نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام. هي السياسية هي اللي تحدد سياسة الحزب بشكل عام. والمركز التنفيذي وكل الأخوان اللي سندوها اجتماعات سياسية يكون فيها جدول الأعمال السنة عند وزنه وحان الوقت اليوم باش نجتمع. باش نتحدد في ظروف اللي عايشتها البلاد، باش نتحدد في الانتخابات، في الترشحات، باش نتحدد في العداله الانتقاليه. والتي شكلت عدد هام من البلاد وبعد تركيز جماعه القيروان التي تمت خلال شهر ديسمبر من سنه 2013 وقد تم تركيز جامعات كل من النوبه وتقريب وبن عروس والبلي وسيدي بوزيد وصلاح صلاح الغزلين ونفسه وجندوبه ونزر وتونس المدينه واخيرا سوسه. وكذلك عددا من الدوائر بكل من بلاد الشرقة، باب الحرب، قنيبيا، مازن تميم، المدينه الجديده، نعسان، فوشانه، حمام الانف والزهراء. والاستعدادات جاريه حاليا لتركيز عدد اخر من الجامعات والدوائر بما يمكن الحركه من تكثيف وتوسيع انتشارها الميداني خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات. اربع احزاب دستوريه وعدد هام من المناضلين الدستوريين القدامى، وكان بهتافاتي من حضروا بحياه تونس صرخه متوبيه موجهه للقيادات الدستوريه بان من واجبهم السعي لتوحيد احزابهم حتى لا يبقى الفكر شتاتا وحتى لا تصبح لقمه ساخنه لمن يتربصون بها ولا يزالون. تم التطرق الى مساله الهويه السياسيه للحركه وما يستوجب التطرق اليه من نقائص واسباب ادت الى ازمه ما قبل 14 جانفي. تم تدارس ابرز فصول الدستور الجديد والتي دار حولها نقاش ثري بالنظر في اهم الاضافات المحدثه والمتصله والضبابيه بما قد يؤدي الى اشكاليات عند التطبيق. العداله الانتقاليه تم النظر فيها الى مختلف جوانب هذا الموضوع وخصوصا القانون الذي يعتبر انتقاليا وانتقائيا بامتياز، وكذلك هيئه الحقيقه والكرامه التي تعتبر هيئه ذات صلاحيات مطلقه وغير محدوده ومبنيه على المحاصصه الحزبيه. وبخصوص لجنه المرأه والمسلم التي تراسها التعبير المسلم، وقد تم التاكيد اساسا على ضروره هيكله العمل النسائي داخل الحزب، وذلك باحداث لجنه المرأه والاسره على مستوى كل جامعه دستوريه للسعي لاستقطاب المرأه بالعمل السياسي. وكذلك دعم المرأه وحثها على المشاركه في الحياه العامه بما يؤهلها لتحمل المسؤوليات بمختلف مستويات العمل السياسي في الجهه المحلي. العمل على دعم الجمعيات التي تناهض الاهداف الجديده والتي اصبحت منتشره في المجتمع مثل الزواج العنفي وتنامي ظاهره العنف ضد المرأه. اللجنه الثالثه والتي هي الرسمه الاخرى للشوش وقد تعهدت بنظري بمشروع محتوى الكتاب السياسي. وقد ركزت اللجنه في هذا الاطار على ضروره الجلوس للكتاب السياسي الجديد. بخصوص لجنه التربيه والتعليم والتي رأسها الاخ جندوب الجيبي، فقد تم التطرق الى عدد من المحاور وضع تصور شامل للمنظومه التربويه انطلاقا من التجارب السابقه، الدفع المتواصل عبر المجتمع المدني الى مقاومه الظواهر التي تبرز وتتعاظم داخل الوسط التربوي مثل التدخين وتعاطي المخدرات والعنف. بالنسبه للجنه الاقتصاديه والتنميه المتكافئه والتي راسها الاخ احمد عياد المجري، فقد تطرقت كمدخل لاعمالها الى ضبط جمله من الاهداف التي ستكون غير مساعده على اعداد البرنامج الاقتصادي والتنموي، وتكمن هذه الاهداف في اولا تشخيص الاوضاع التي تمر بها البلاد، ثم ترتيب الاولويات الواجب التركيز عليها مع تبيان المشاغل الاساسيه التي تخص الاقتصاد الوطني والوضع التنموي، ثم تقديم المقترحات لهذه المشاغل. وشعرنا بحماس كبير من طرف الإخوان أعضاء الهيئة السياسية في الهيئة السياسية المكتب التنفيذي، حيث وقت الإنسان يجتمع بهم ويسمحوا ويوصلوا أصداء الجهات يرتاح لمستقبل الحركة الدستورية نحونا. النتائج بتاعنا هو النقاش الدرجة الأولى باعتبار الظروف هي مسألة الانتخابات، بالتأكيد على مساهمتنا في الانتخابات هذه سواء كانت التشريعية أو الرئاسية، نقولوا باش نساهموا في إنقاذ تونس. ما احناش كيما تهمنا البعض ونقولوا احنا أجدر ولا الأحق بالحكم، لا مش صحيح.
وما بقيناش نحبوا يتوجد في بلادنا حزب مهيمن حيث مساهمة في إطار حكومة وحدة وطنية. ضروري باش تكون حكومة وطنية، لأن حتى شق ما هو قادر باش يحكم البلاد وحده. التحالفات صعيبة باعتبار القانون الانتخابي. الإنسان ينجم راجل ومرأة ينجم يعدي واحد اثنين ثلاثة على أقصى تقدير. كيفاش ممكن باش نعملوا قائمة موحدة ما بين أحزاب مختلفة؟ وإنما ثم إمكانيات التعاون، وإذا كان باش يقع التعاون في مستوى الجهات مثلا ما يكون إلا ما بين الحركة الدستورية والأحزاب الدستورية. هما فرد مرجعية، فرد هدف، ونفكر حتى في الدستوريين اللي هم موجودين في أحزاب أخرى. هذا كولا الوقت اللي يتقابلوا مع نواب الحركة الدستورية يقيم باش يعملوا كتلة دستورية موحدة في صلب المجلس، مجلس الشعب. وممكن ياسر، ممكن ياسر نتكلموا على التوحيد وما نجحناش في التوحيد بالقيادات اللي هي موجودة اليوم بصفة عامة. ممكن ياسر وأن الشباب اللي باش يلتقي في المجلس مجلس الشعب ويكون ذو مرجعية مفيشات دستورية، من الممكن ينبثق عنه حزب دستوري موحد. هذه انتخبوها أحزاب اللي هما ضدنا ويعملوا من أجل الإقصاء، وعملوا من أجل الإقصاء وتحمسوا لإقصانا، ولا هذوما بحيث منتخبين باش يجيوا يتشمتوا باش يتفشوا باش يجيوا يحاسبوا مش عندهم يحاسبوا كيفاش باش يحاسبوا، ولا سيما القانون اللي قدوه مخالف للدستور، مخالف لحقوق الإنسان، مخالف لكل المقاييس المواثيق الدولية اللي موجودة. معناها معمول على مقياس ناس اللي يحبوا ينتقموا، بينما العدالة الانتقالية اللي نتكلموا عليها الهدف متاعها الأول هي ما في شك مسالة ومحاسبة، وإحنا علاش هاربين من المحاسبة، ولكن الهدف الأساسي هو المصالحة في نهاية الأمر. والشعب التونسي في حاجة إلى توحيد الصفوف، وفي حاجة إلى مصالحة وطنية كما وقعت في بعض البلدان الأخرى اللي الأوضاع بتاعها كانت أصعب بكثير حتى من الأوضاع بتاعها. إحنا شكرا نقولوا هذه غير مؤهلة، هي هذه باش تعمل محاسبة نزيهة. الأعضاء بتاعها مش ممكن باش يكونوا قضاة. القاضي محايد نزيه، يعرف كيفاش يسأل وما يتشمتش، ما يحاولش باش يحمل يوجه تهم باطلة. احنا باش ندافع على نفسنا، نقدموا قضايا سواء كان داخلية ولا في الحق الدولي، الدولي تمام، منظمات دولية نحترموا حقوق الإنسان ولا أي شيء. ونزيدوا نأكدوا كذلك وأن بعد الانتخابات باش يجي مجلس جديد، مجلس الشعب، والقانون اللي سنه وفق عليه المجلس التأسيسي ممكن يعدل، ما نقولوش يلغى، لأن احنا حاجتنا بها العدالة الانتقالية، نطالبوا بها العدالة الانتقالية لأن نحبوا نعرفوا المحاسبة وفي النتيجة مش تكون إيجابية بالنسبة لنا احنا. العدالة الانتقالية ما نعرفوش حتى كيفاش تبدأ تخدم وقتاش تبدأ تخدم. قالوا يلزم 6 أشهر باش نصبروا، من هنا الغادي والحمد لله باش تقع انتخابات وربما برشا أشياء تتغير. قالوا وأن الأعضاء محميين من عرش باش محميين حتى من المحكمة الدستورية، ما يهمش معناها هما لما حالة باش يطبقوا قانون. توا القانون هذا جاية مستحيل، ما هوش مقبول نرفضوه وباش نعرضوا فيه. ما في شك احنا باش نعملوا لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا نحرقوا عشالي مطاطية أبدا. نحبوا البلاد هذه ولا سيما بعد الانتخابات، ترجع تخدم ويرجعوا هيبة الدولة ويركحوا الناس، والتونسي يلزم يخدم باش ينتج باش نخرجوا من الأزمة الاقتصادية اللي احنا عايشين، ولكن باش ندافع عن نفسنا ونطلبوا بالخصوص. نطلبوا أنا أعتبر وأنا ماشي مساعي محاولة لربما، ولكن صعب المنال بتاعها. قلت أنا اضطريت باش نعمل حزب هذا وقت اللي تكلمت وتواجهت للساترة، قلت لهم راكم نضاف وارفعوا روسكم وانتم بنيتوا هالدولة هذه وانتم تواصلوا وتوقفوا لبلادكم. أنا أكدت وأني علقت الصباط، معناها بطلت وباش ناخذ التقاعد بتاعي، وأكدت وأنا مش في السن بتاعي باش نبعث حزب سياسي، مش معقول. ولكن اضطريت لأني ما لقيت حتى حد اللي هو خذا المشعل مع عندي أنا وبعث الحزب ولا قوي الحزب اللي هو كان عندي. أما أنا مستعد كامل الاستعداد
وقال لي اذا كان مش نلقى شكون وبيحاول نلقى شكون ياخذ المشعل من عندي تو بالحزمه ذاك باش نسلم بقوله ونقعد من برا نعاون بالطرق اللي يحبوا عليها ونخلي غيري من الشباب والشباب بصفه عامه ياخذ مقاليد الحكم ذاك ويسير به الى الامام. والله يقولوا العائله الدستوريه مشتته ما نبالغوش. ثم ثلاثه احزاب دستوريه اللي بالمجد احزاب بالتفاوت. بقيها ثم شكون عنده فيزا وذاك هو ربي يعينهم ربي يعينهم. اما التشتت مش كبير مش كبير. ثم امكانيات نتاع التعاون اثناء الانتخابات ممكن، ولكن نعمل بالخصوص على المستقبل لان الشباب قريب لبعضهم متصل ببعضهم من مختلف في مختلف الاحزاب بين التساتره اللي عندهم نفس المرجعيه ولا يتكونوا في نفس المدرسه سواء كان في الطلبه الدستوريين ولا في الشباب الدستوري. تشتت موجود في الوقت الحاضر، ولكن ثم امل كبير باش يلموا انفسهم التساتره ويلموا انفسهم نزيد ناكد ونزيد ناكد نزيد يلموا انفسهم في مستوى الشباب اللي هو راغب اكثر من غيره وما ثماش الحواجز نتاع بعض الطموحات اللي غير معقوله في بعض الحالات. مش الحركه باش تكون هكا تقرر هي باش ترشح. ثم الشخص اللي هو يطلب باش يترشح. ما عندناش حماس ياسر 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 ضروري لمحاله باش نرشحوا، اما الحماس نتاعنا كل كيا موجه للانتخابات التشريعيه.